مرحبا شباب، شو اخباركم؟ اموركم؟ تحياتنا لكم وللجميع. اليوم اكو اخوة طلبوا من عندنا علاج الحب الناعم. علاج هذا الحب الناعم يصير بلهات الطير فوق وجوه. تحياتنا لكم وتحياتنا لك منين ما كنت صديق. هذا الحب الناعم انت اول مرة مطي واحد في واحد ما اعرف، انا خاف تليفوني خاف يفصل هسه. جميع شي تجيبه ما يشتغل عليه، انا الله شاهد اسولف لك المجربة اني يعني بالمكان منطيك شغلة تقول لي سيد جربتها وواحد على واحد. تحياتنا لك. عيني حب ناعم يصير بالطير فوق وجوه ناعم، لا يخلي الطير يطير. هو ياكل شي طبيعي ويشرب ماي ويشوف كل شي ما بي، بس هو بالطيران ما يقدر. تحياتنا لك. هاي الاوصاف البي والاعراض البي. وياي هسه تقول سولف سيدنا، هسولف. عيني تجيب ليمونة، تجيب شنية ليمونة، هاي ليمونة تفرك حلقة من الداخل، تفرك حلقة، تفركة 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 وتذبها. شو تجيب بعدها؟ تجيب معجون، معجون هذا مالتنا مال الوجبة. أنا ساعة وفصل التلفون لأن الدنيا حارة ودرجة الحرارة مرتفعة. شو تجيب؟ تجيب معجون، بس كون وياي وحدة وحدة. تجيب المعجون تخلي وين ما خليت الليمون هو بحلقة، تفرها داير ما داير حلقة. تجيب هاي مال الأذان اللي بيها عود وياي بيها قطنة، وتخلي بحلقة داير ما داير حلقة على الحب، هو كل حلقة يعني فرة. هسه تقول لي شنو هذا المعجون؟ انا اقول لك المعجون يبرد الحلق، لان الليمون بارد، العفو حار يشوي، هذا يبرد حلقه وبنفس الوقت يقتل البكتيريا كلها. الحب الناعم يسقطه هو والليمون. وشنو هو؟ هو هذا يعني المعجون تحطه وياه ملح، ملح فوق القطنه تدير وتفرك حلقه. تقول لي ألف رحمة الله على بيك، الله شاهد. وهذا اليوم وهذا مصاب الحسين مجربها ونجحت عندي. المعجون والملح والليمون، هذا يا حبيبي ردينا عليك وتأمرنا أمر، وهذا علاجك. وكل شيء ثاني، أكو ولد يقول حمام مشلع وأنطيه بس شعير مهبش بس وقت واحد العصر، هذا غلط صديقه، غلط غلط غلط. الشعير ما انا اقول لك مريود، يعني شنو هو الشعير يخليه يشلع؟ هو بعد تشليع، هو مو سمه هذا. يعني شنو الشعير يخليه شهر يصفي؟ ما يصفي، الله وكيل. الى وقت هو 25/10 الحمام يجهز، بس ما اعرف بعد هذا الموسم مونا في ذاك الموسم. هسه مفاجأة صايرة عندي، يعني هسه الحمام بالثامنة بعد ما أدري. صديقي هذا الشي غلط، حمام شبعة اطي وقتي، يعني اطي الصبح الخبط واطي العصر خبط، وحط له قلاص، قلاص هذا مالتنا مالت شاي اشعير دير فوقه، ماك كل اشكال، شغلة طبيعية ونظامية. وتحياتنا لكم، وانا خادم وممنون. اشتردون انا ممنون لكم، اخيكم الزغيرون اني. واليوم سوينا لهم يوم، حطينا لهم الكركم، جبت هذا الكركم ترست هاي المنهل مالتهن، حطينا تقريبا قبقين لان جو حار كعوقايه. وهذا همه ترسناها، وهذا الكركم هو مبين، وهذا هسه هم راح اخلي لها هناك بالخانة عندي.
هذا هو الكركم شباب، هاي القوطية ب2000 دينار. هاي صديقي كل شي ما عليه، وقاية للطير. هاي صديقي امانة الله لا تروح تجيب علاج، بس كون تمشي على النظام. مثل بالسبوع تنطي كركم، وراها تطي لبن روبة يعني، تخبطها ويا الاكل وتطيها. وراها اسبوع تطي دبس، يعني ما يحتاج بعد تروح المعالج او تجيب لك واحد. الله شاهد، انا حمام ضرب العام بالله ماكو واحد قومه. شفاعة العباس وتدرون كلكم 80 يعني بعد ما لحق عليهم. استعملت انا شيء لريده والحمام نجح، واللهم صل على محمد، وهذا يسمح اسكم، والمات مات والظل ظل. وتحياتنا لكم وللجميع، والله يحفظكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك على مود نظل وياكم مستمرين وما نقطع عنكم. وتحياتنا لكم. غاب تأخرت عرض، أنا آسف لأن شغل وجوهم حار ما يساعد. وثمان الله، تحياتي لكل المحافظات.